إذن كما ذكرنا في بداية الحلقة، سنفتتح معكم مشاهدينا اليوم أسبوع العودة إلى المدارس، يمتد على أسبوع بطبيعة الحال، سلسلة تقارير ونقاشات بشأن أهم ما يشغل بال الطلبة والأهل هذا العام مع تبعات جائحة كورونا. البداية ستكون من المغرب، حيث قررت وزارة التعليم اعتماد التعليم عن بعد خلال الموسم الدراسي القادم، لكن المستويات في القطاعين العام والخاص لكل المستويات في القطاعين العام والخاص، وكان الأمر يؤرق الأسر المغربية قبل أيام قليلة من عودة الطلاب إلى المدارس. التدريس هنا داخل المؤسسات التعليمية أو التدريس عن بعد باستعمال الهواتف المحمولة والوسائط اللوحية أو نوع ثالث يجمعهما معا، تلك هي أبرز السيناريوهات المحتملة للعملية التدريسية، بينما تستمر الاستعدادات للموسم الدراسي القادم والذي تطبعه جائحة كورونا. أيام قليلة وتنتهي العطلة الصيفية في المغرب، لكن أسئلة كثيرة تدور في خالد الأم ليندا شوغراني وطفليها رضا وفاطمة الزهراء بشأن معالم الموسم الدراسي الجديد. قبل نحو شهرين ودع الطلاب ومعهم أولياء الأمور أول تجربة مطبقة في المغرب للتعليم عن بعد فرضتها جائحة كورونا. الدراسة عن بعد كانت شوية يعني مزيانة، وفي نفس الوقت ماشي كل شيء تقبلها، النفسية الأطفال ما تقبلوهاش، لأن كانوا في القسم كيتحاوروا مع الأستاذ ديالهم، الشبكة الانترنت كانت ضعيفة، وماشي كل شيء كان عنده يعني البيسي أو الهاتف المحمول. ولمواكبة تلك المرحلة أطلقت الوزارة منصات إلكترونية ورفعت من وتيرة عملية إنتاج الدروس عن بعد. أين هي بطاقة يوم الخميس أصدقائي؟ وقدمت القنوات التلفزيونية الرسمية لمشاهديها من الطلاب تلك المقررات الدراسية المسجلة، فيما استعان الأساتذة بتطبيقات كواتساب وزوم للتواصل والتفاعل. هناك تحدي أول، وهو تحدي جشع القطاع الخاص الغير المواطن، حيث أن القطاع الخاص لم ينخرط في هذه الأزمة نظراً لارتفاع تكلفة الإنترنت. النقطة الثانية التي ينبغي أن نفكر فيها وهي جودة التعليم عن بعد في المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح. أمام مقر جامعة محمد الخامس بالرباط أعرق الجامعات المغربية، روت لنا الأستاذة في علم الاجتماع حنان حمودة النقاش المجتمعي الدائر وكيف خاضت غمار تجربتها الأولى في التعليم عن بعد. التخصص الذي أنتمي إليه وهو الأنثروبولوجيا والسوسيولوجيا، أظن بأن المزاوجة الربط بين الدروس الحضورية ونظيرتها الإلكترونية سوف تجود الدرس الجامعي. الارتياح العام لهذا النمط من التدريس بلغ على المستوى التربوي بحسب وزير التعليم المغربي سعيد أمزازي 78%، مع ذلك لم يعتمد التعليم عن بعد كأساس لإجراء الامتحانات بسبب عدم ضمان تكافؤ الفرص بين التلاميذ خصوصا في الأوساط الريفية. المختار العبلاوي، الجزيرة، الرباط. إذن مشاهدينا للتعمق أكثر في هذا الموضوع ومناقشته تنضم إلينا من الدوحة المستشارة التعليمية ومديرة إحدى المدارس في قطر سابقا الدكتورة رانيا الصوالحي. أهلا وسهلا بك دكتورة، يسعد صباحك. يسعد صباحكم، حياكم الله. صباح الخير دكتورة رانيا. عموما يعني الإجراءات الاحترازية صارت معروفة للجميع، كمامات، تباعد اجتماعي، لكن مع ذلك التعقيم الدائم، مع ذلك هناك خوف عند الأهل، خوف حتى عند الطلاب. كيف يعني يمكن التهيئة نفسية للأهل وللطلاب والتوعية مع دخول هذه البداية، بداية العام الدراسي الجديد؟ يسعد صباحكم جميعا، كل عام وأنتم بخير، سواء بمناسبة العام الهجري أو بداية العام الأكاديمي في عدة دول. لا شك يمكن احنا جميعا حفظنا اسس التغسيل والتعقيم والتباعد الجسدي اذا ركزنا عليها بهذا المصطلح، لكن قله من ركزوا على موضوع الصحه النفسيه ومراعاه المشاعر، مراعاه حتى التهيئه في هذا الامر.
كيفية الحوار، الاستعداد النفسي الذهني حتى للطلبة تحديدا، كيف ستكون طبيعة هذه المدارس، كيف سيكون طبيعة التواصل، وألا نعتمد على التصورات أو على الممارسات السابقة، لأنه إحنا من شهر مارس، من شهر 3، وإحنا نرى عدة ممارسات وعدة أخبار تأتينا باستمرار، فلا بد أنه إحنا يكون في متابعة من مصادر موثوقة للمستجدات، بالإضافة إلى الحوار المستمر، بالإضافة إلى التهيئة النفسية، لأنه خاصة هذا الوباء بيعتمد بشكل أساسي على المناعة النفسية قبل ما أنه إحنا نحكي على أي أمر آخر. طبعا الاستعداد دكتورة رانيا نفسيا فعلا كما ذكرتي هو المهم، ولكن هنالك أيضا تأتي مسؤولية من ناحية المدارس على وجه الخصوص والإدارة إن تحدثنا عنها. هل هنالك أمور يجب أن تتبعها هذه الإدارة، أمور صارمة، أمور لا يمكن التغاضي عنها في حال ذهب الطلاب إلى المقاعد الدراسية هذا العام ولن يتم التعليم عن بعد؟ بالتأكيد هناك جانب مشترك سواء كان لأولياء الأمور أو للمدارس. إذا تحدثنا عن أولياء الأمور كما ذكرت أنه لابد يكون في استعداد، في حوار مسبق بأنه الأمور لن تكون كما سبقت، يعني طبيعة الاهتمام بالصحة الجسدية، طبيعة الاهتمام حتى في ماذا يمسك وكيف يعتني بنفسه، كيف سيكون الوضع الجديد، هذا بالأكثر سيكون من دور أولياء الأمور. أما المدارس فتختلف من دولة لأخرى. في منظمات عالمية مثل اليونيسف أصدروا إطار مفاهيمي، إطار موحد للإجراءات وتوصيات للدول ماذا يتبعون وكيف يراعون سواء كانت سلامة الإجراءات أو أمور إدارية، أمور مالية تتعلق بتوفير مستلزمات تعقيم أو حتى تباعد ما بين الأدوات أو المصادر الموجودة في المدرسة. لكن الأهم إحنا كيف يتم تطبيق واستثمار هذه التعليمات والإجراءات، نراعي فيها الجانب الإنساني، لأنه في النهاية الإنسان الذي سيستخدمها. ممكن يكون في عندي لائحة طويلة أنه قياس درجة الحرارة عند المدخل، مراعاة مثلا تطبيق معين في بعض الأماكن، التعقيم، عدد حضور الطلاب، يعني في إجراءات تفصيلية في دول يمكن سبقت دول أخرى. الأهم مرة أخرى أنه إحنا في خلال تطبيقنا نراعي ابتداء مشاعر الناس، تخوفاتهم، كيفية اتباع هذه الإجراءات بجانب إنساني. يعني في بعض الدول موضوع قياس درجة الحرارة مش عبارة عن مقياس اعتيادي، لا، هو عبارة مثل لعبة يدخل فيها الطفل، يعني حتى ما يشعر بالخوف أو بالقلق. في دول ثانية لا، ما زالوا بالطريقة التقليدية. في دول مثل ممرات تعقيم بيكون فيها الأطفال. كل هذه راح تتفاوت في آثارها على الطلبة أنفسهم، هل سيتقبلها، سيخاف منها؟ لأجل ذلك هو دور مشترك ما بين أولياء الأمور والمدارس. نعم بحاجة أنه يكون في صرامة، لكن بالتأكيد بدنا نراعي كيفية توصيلها وتوعيتها وأنها ستأخذ وقت كي يتم تطبيقها في المدارس. وهذا يتطلب جهود، يعني يتطلب جهودا إدارية مضاعفة. العام الماضي يعني الدراسي السابق تضررت الدراسة بشكل كبير، لأنه ممكن أن نقول أن كورونا أخذنا بغتة، لكن في العام الدراسي المقبل ما هي البدائل التي يمكن أن تكون، يعني خطط بديلة لمواجهة أي تداعيات، خصوصا وأنه لا سمح الله البعض يتحدث عن موجة ثانية من انتشار الفيروس؟ بالتأكيد يعني إحنا للأسف في عنا نمطية يمكن في موضوع النظام المدرسي تحديدا، لأجل ذلك إحنا بنحث وبنركز بشكل أساسي على موضوع المرونة في التعامل وتقبل الفرصة اللي موجودة داخل هذه الأزمة. يعني إحنا لما بنحكي جائحة وأزمة بنحكي في خطر وفي فرص موجودة لابد أنه يتم مراعاتها واستثمارها. في ناس وفي مدراء وقادة مدارس ركزوا على ردة الفعل الآنية، أنه إحنا بدنا نطبق وبدنا نراعي التفاصيل الإدارية بدون ما يراعوا الجانب الإنساني سواء للمعلم، لأولياء الأمور أو للطلبة. في المقابل في مدراء مدارس وفي إداريين خصصوا مساحات للحوار، خصصوا مساحات لتوصيل فكرة أنه كيف رح يكون في تعليم عن بعد أو تعليم إلكتروني. ولما نتحدث طبعا في فرق بين التنين، يعني أنا ممكن أستخدم تعليم إلكتروني وحتى أنا موجودة مباشرة مع الأطفال، لكن تعليمي عن بعد بعيدة عنهم سواء استخدمت كتاب، استخدمت جهاز تلفاز إلى آخره. كيف يتم استثمار هذه الفرص بيعتمد بدرجة أساسية على البنية التحتية لهذه الدولة وللمدرسة تحديدا، هل أصلا كانوا مدربين ومجهزين لاستخدام وسائل تكنولوجية حديثة ولا الموضوع جديد بالنسبة لهم؟
والأهم أنه إحنا ما نغير الأدوات وإحنا بنفس العقلية القديمة السابقة أنه أنا بدي أدرس نفس المحتوى ونفس الكم ونفس الآلية. لا، لا بد يكون في مراعاة لتصميم محتوى خاص. يمكن أن نصف دكتورة بالعصر الجديد كأنه عصر جديد يجب التأقلم معه، ويجب التأقلم كذلك مع تبعاته ومع هذه المتغيرات. دكتورة سريعا وختاما لهذا اللقاء، ما هي أبرز النصائح بحكم خبرتك كذلك التي يمكن أن تقدميها سواء لأولياء الأمور أو حتى للطاقم الأكاديمي في المدارس لبداية عام جديد إن شاء الله بعيد عن الأمراض؟ اللهم يحفظ الجميع. أول شيء لابد أنه كل شخص يعتني في نفسه، سواء يعتني بصحته النفسية أو يعتني بصحته الجسدية. أوصي وبشدة أنه يكون في تدريب على إسعافات نفسية أولية. يمكن إحنا بنهتم بإسعافات صحية أولية وبنتغافل عن الجانب النفسي. موضوع الحفاظ على الروتين، يعني حتى لو الطلبة كانوا موجودين في المنزل لابد أنه نساعدهم أنهم يستيقظوا صباحا، يغسلوا، يغيروا ملابسهم، يكون في جو يهيئهم للتعلم بنمط مختلف. تفهم الاحتياجات وتوفير مجموعات مساندة ودعم، لأن ظروف الناس بتختلف، سواء اللي كان عندهم أطفال في صف أول بيختلفوا عن اللي عندهم في الإعدادي أو في الثانوي. ما في مشكلة بتاتا أني أحكي أني أنا بحاجة للدعم والمساندة. فتح مجال الحوار وتفقد الاحتياجات، يعني يمكن في أولياء أمور ما في عندهم أجهزة، يمكن في أولياء أمور حتى ما في عندهم طعام. يعني في بعض نشروا هاشتاج على تويتر انه ماسلو بيفور بلوم، الاحتياجات النفسيه واحتياجات ماسلو، هرم ماسلو قبل ما احنا نحكي على الجانب الاكاديمي. لكن احنا بحاجه نوازن ما بين غرس القيم والجانب التربوي عند الاطفال، لانه احنا في النهايه بنغرس قيمه التعلم المستمر اكثر من مجرد انه احنا محتوى في النهايه بدي اوصله. اذا الاحتياجات ليست فقط ماديه، مراعاه الجوانب النفسيه وهذا العامل الانساني الحاضر في ظل هذه الأزمة. شكرا لك من الدوحة الدكتورة رانيا الصوالح، المستشارة التربوية ومديرة إحدى المدارس في قطر سابقا. شكرا.